Je vais essayer de faire un petit. حاجة خفيفة، حاجة حاجة خفيفة. خفيفة يعني اللي ما تعيش بس. حاجة خفيفة. It's البزيو الحيط وديو سرا سمتا ينصغفولي يكنز روحي. الله، برافو 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 برافو. الأغنية الأندلسية بالقبائلية. هذه راه من المايا، كنا فرم المايا دونك درت دونك الكلمات بالقبائلية، مي رانا سيغ لو مودر من المايا. يعني زجتي. والكلمات شكون اللي شكون اللي عدل في الكلمات؟ لأنه معروف في الفن الأندلسي الكلام والقصيد متداول، كامل يعاودوا يرددوه نفسه. لي بارول بالقبائليه وين لقيتوهم؟ وين لقيتيهم؟ هذه سي ان شاء الله ما بروشان شانسون عطيت لكم شي جديده عطيتي لها منها، وانا درتها شويه في رمل المايا باش بور فو فيغ بليزير. وكي كنتي في الجمعيه كنتي بالعربيه؟ ايه اغاني اندلسيه والقصائد الاندلسيه حافظتهم. تشوفي انه الجمعيه كونك درستي موسيقى اندلسيه هذا الشيء فادك في الفن؟ ايه توت افي باسكو اون فيت بور كومونسي ديجا دون لا ميوزيك يفوا افوار اون باز musical, donc il faut connaître les modes, les rythmes, les gammes, etc. Ça c'est très important pour avancer dans la musique. Tu es partie en France ou là, tu es en Zaïre? Je suis partie en Zaïre, après je suis partie en France. À quel âge tu as fait en France? J'avais entre, je dirais, 18 ans, 19 ans.